مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا التقرير يسعدني أن أرحب بالضيف الذي انضم إلينا، المستشار عبد العزيز الخبير الاستشاري لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. يعني كنت بتكلم مع الدكتور نادية في البداية قبل ما نقطع لاستعراض التقرير عن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك. يعني حقيقة الدكتور وضحت استفادة المواطن على مستوى السلع الاستهلاكية. هذه المبادرة باشمهندس لم تقتصر فقط على مسألة السلع الاستهلاكية، وإنما أيضا بتنتقل إلى قطاع العقارات وما ارتبط بهذا القطاع من مواد بناء وإنشاءات وما إلى ذلك. أحب أعرف حضرتك برضو إلى أي مدى تؤثر هذه المبادرة في تحريك المياه الراكدة في هذا القطاع. جميل. من ضمن المبادرة التمويل العقاري اللي هو بفايدة منخفضة وكذلك لمحدودي الدخل، هيؤدي إلى أن احنا نبتدي. طبعا انت عارف حضرتك السوق العقاري بيعتمد على صناعات كثيرة جدا، يعني حديد وأسمنت، وبيعتمد على طبعا لو حدنا نعد جميع الحاجات اللي موجودة في السوق العقاري هتلاقي أن 80% من عمالة بتعمل في السوق العقاري. فلو احنا عملنا تحفيز لهذه العماله اللي هي اساس المبادره ان هي محدود الدخل، هم دول اللي متاثرين قوي بيها، هتؤدي الى تحفيز الى يعني نقدر نسميها او نعتبرها على شاكله مبادرات التمويل العقاري. بالظبط كده، يعني ممكن تحرك هذا القطاع بهذا الشكل. اساسها كمان ان هي فايده منخفضه، يعني احنا مش عاملينها محفزه يعني ودعم من الدوله، والمده زي ما عرفنا انها سنتين. بالظبط كده برضو. طيب هرجع الدكتور. طيب دكتور نادي، في عندنا يعني للاسف موروثات كده ساعات بتاثر على عمليه الاستهلاك. تلاقي احنا عندنا نزعه الخواجه زي ما بيقولوا، يعني اخد الفلوس اروح اشتري بيها منتج اجنبي. ايه الضمانات اللي بتضمن ان هذه الاموال او هذه المبادرة وقروضها تتوجه الى المنتج المحلي، لان الهدف منها تحريك السوق المحلي سواء على مستوى الصناعة والانتاج او على الاستهلاك؟ هو في كذا جهة داخلة او ليها تأثير، جهات رقابية. اولا حماية المستهلك، دي جهة. الجهة الاخرى البنك المركزي، لان اللي بيطلع القروض دي كلها تحت مظلة البنك المركزي. فاكيد الفترة اللي جاية، اللي طبعا لسه المبادرة جديدة، فاكيد البنك المركزي والهيئات الاقتصادية، واحنا متأكدين من هذا، هيبقى في القواعد والضوابط. دي حاجة. تمام. الحاجة التانية متابعة حماية حماية المستهلك. والحاجة التالتة زي ما سيادة وزير المالية قال، ان احنا في حالة تقييم، وده شيء طبيعي. ان بعد الشهر الاولاني فور اكزامبل، او حتى هو كمان قال سيادته ان حتى الثلاث شهور ممكن يمتدوا تاني. فهو دايما في تقييم، فاي قصور هيحدث انا متاكده بالدراسات القويه وبالمجموعه الاقتصاديه ان شاء الله كل ده احنا لا يمكن ان هي احتفلت حاجه منهم باذن الله. هرجع باشمهندس، تاثير هذه المبادره على سوق العقارات من حيث عمليه حركه البيع والشراء والاسعار، لان الأسعار. طبعا حصل حاله من احنا مش بنسميها ركود، ولكن هي نوع من الجمود، وده كان على مستوى العالم. اللي كان معاه فلوس زي ما بيقول احتفظ بيها لحين ظهور او اتضاح الرؤيه في ظل جائحه كورونا. فبعد دلوقتي بدات تتكشف وحاله التعايش اللي بتنفرض على العالم. تمام. ممكن تمام. تكون تاثيرها ازاي يا باشمهندس؟ التاثير طبعا الحركه دي هتؤدي الى طبعا ارجاع العجله مره اخرى للعمل. هترجع ازاي؟ ان انا طبعا انا الاول كان كله بدا من ساعه موضوع الكورونا كله عمل ستوب لكل حاجه. صحيح. حتى المستثمر اللي هو العالي او الفئه العاليه كمان بدات ما بقتش تفكر ايه اللي هيحصل بكره. تمام. الحركه دي رجعت تاني العجله واحده واحده، هنرجعها زي ما قالت الدكتوره برضه، هيبقى فيه هو اكزامبل، يعني هيبقى زي ما تقول ايه، هنحس بالسوق في الفتره وجيزه تاني بالرجوع واحده واحده. هتخلق يا باشمهندس حاله من التنافس مع الراكد والموجود. بالظبط كده. ممكن يعني؟ بالظبط. طيب هرجع لدكتور نيجي التاثير على القطاع المصرفي. طبعا عمليه يعني دائما هناك دعوه من البنك المركزي ومختلف البنوك ومنتجات جديده وعروض للاقتراض وعمليه الاستهلاك. شايف حضرتك هذه المبادره الى اي مدى تستطيع ان تحرك برضه المياه كده في حجم السيوله والودائع الموجوده في البنك المركزي والبنوك الاخرى؟ البنوك، قطاع البنوك اتاثر وتاثر جامد، وهنفهمها بشكل بسيط جدا. هي فوائد البنك اصلا بتيجي منين؟ من لما بقدم خدمات باخد ايراد عليها. تمام. خدمات البنكيه العاديه، وفي نفس الوقت لما بدي قروض انا باخد فايده عليها، وبعمل نوع كمان من الاستثمار للفلوس اللي انا باخدها من المودعين. فلما كل ده يتوقف، الحاجه الاهم كمان ان انا عندي نسبه المخاطر زادت، فبضطر اعمل احتياطات زياده.
ففي نهاية الوقت باجي الاقي ارباح البنك قلت عبء على الاثنين. فإذن هي العملية كلها مربوطة ببعضها. فتخيل انا لما انشط بقى وتبدأ الناس تاني ترجع وتاخد القروض والبنك يبدأ نشتغل والعجلة تبدأ وتقل الفايدة. فهي كلها داخل وخارج لينا، فهو مردودها لينا احنا كمان. تمام. ودي بتعمل نوع من ان سيركوليشن او نعمل احياء دم للنشاط الاقتصادي. تمام. فده طبعا هي تاثير. طيب باشمهندس، مساله القروض في او هذه المبادره تحديدا ايضا انا بشبه يعني من وجهه يعني من صح تعبيري حتى هي ذات نوع من التمويل العقاري عشان التشجيع في تحريك العقار المصري. طب ما ممكن يجي المستهلك يقول انا ما كنت اخد من التمويل العقاري قبل كده، انا ما خدتش قروض قبل كده عشان اخد عقار، اذا شايف حضرتك ايه هي الامتيازات اللي ممكن تكون تحملها هذه المبادره لتشجيع المواطن على الاقبال عليها؟ الفايده المنخفضه، انخفاض الفايده عن بالظبط. معلش عفوا للمقاطعه، يعني معنى ذلك ان ممكن التمويل العقاري وفوائد التمويل العقاري تنخفض ايضا في بعض القطاعات تاثر يعني في التنافس؟ طبعا هيحصل في تنافس فيها. الفايده المنخفضه، ايه تاني امتيازات شايف حضرتك ممكن المواطن يستغلها في هذه المبادره؟ يعني في مواطن مثلا مش يعني ممكن التمويل العقاري ان انا مش عارف يعني اشتري شقه مثلا، ضمانات فرضا، لقيت ضمان ان انا اقدر اشتري شقه ويعني بفايده بسيطه وهيبتدي هيتحرك لي سوق العمل تاني من جديد. تمام. يعني الاستثمار نفسه هيبتدي يتحرك. انت حضرتك زي ما قلت لحضرتك العماله كلها بتعتمد اكتر، العماله بتعمل في هذا المجال. العمالة دي هي اللي بتؤثر عليه كمان على حركة السوق. يعني انت حضرتك بتتكلم على المبادرة انا عايز السلع المعمرة، طب مين اللي هيشتري سلع معمرة او غير المعمرة او اللي هو محدود الدخل ده هيجيب فلوس منين؟ يبقى انت بتساعده عشان يحصل العرض هيزيد بقى يبدا يتحرك بالظبط، هتحرك العجله بقى كلها يشتري من جديد. المنتجات اللي حوالين الحاجات العقاريه الارتباط بيها بقى كتير جدا، الاسمنت والحديد والبناء مواد البناء بشكل عام. ولا تنسى حضرتك ان وقف التراخيص دي فرقت جامد وعملت ركود غير طبيعي، ممكن الباشا طبعا ادرى مني بهذا. وان حتى لا بس حضرتك وقف التراخيص يعني حساسيه ثانيه اعتقد دي موضوع ثاني. اتوقفت في المناطق اللي هي خاصه بالمدن بالفعل يعني وانت بتعلم ان العماله ايه لكن المدن ما هيأثر. بس احنا عايزين نلغي برضو العشوائيات. هو بالمناسبه برضو يا دكتور يعني كانش في بناء برضو، يعني هي كورونا الحقيقه وقفت الحياه كلها كنا بنتكلم يعني. طيب خلينا نرجع بقى للمصانع وحركه الاستثمار، وان ممكن هذه المبادره تعمل نوع من الاستثمار المحلي الداخلي وتشجع على فتح اسواق جديده، ولا كيف طريق الامر؟ الكره في ملعب القطاع الخاص والحكومه سندته بصراحه بالمبادره دي بشكل جميل جدا. احنا عمالين نسمع من اول يعني من نص من الثاني من 19 من قبل ما يجي كورونا ومبادرات من الحكومه للقطاع الخاص، ولا زال القطاع الخاص برضه القطاع الخاص كان قبل كده شكوته كتيره ان احنا في وادي والحكومه في وادي، ان احنا محتاجين مبادرات اكتر، محتاجين نقعد مع البنك المركزي، محتاجين. خلاص احنا الحكومه مدت ايديها وبتمدها بكل الطرق للقطاع الخاص. عنده حاجتين ممكن يشتغل عليهم وده مهم جدا الفتره اللي جايه، حاجه هو هيشتغل عليها وحاجه الثانيه ممكن تساعده فيها الحكومه. الحاجه الاولانيه ممكن نشتغل عليها في القطاع بتاعنا ان احنا نرجع لتحسين الجوده. انا لازم احسن الجوده بتاعتي عشان في تنافس كده في تنافس. والحاجه الاخرى ان انا هتوجه ان انا لو رحت انا احسن حرينا تقارير كتيره واتكلمنا مع ناس كتيره في غرفه التجاره، قعدت مع ناس كتيره جدا بيقول لك انا المنتج المشتري لما بيروح على سبيل المثال صيدليه تقول لا ما تشتريش المنتج المصري اشتري المنتج المستورد. احنا هنا عندك حمايه مستهلك ما بقتش سهله الصراحه ودورها بقى رائع. يعني احنا في تفعيل جامد لكل الوزارات. البنك المركزي قدم ده اخر حاجه البنك المركزي 3600 مصنع هيشتغلوا بالظبط. فاحنا 100 مليار وراء 100 مليار ورفع فوائد، ففي استراتيجيه دلوقتي مختلفه. مجرد ان رؤيه الحكومه مع رؤيه القطاع الخاص خلاص هتبقى في رؤيه واحده ونسوي في التسهيلات كتيره جدا. فانت نحسن الجوده بتاعتنا وبعدين ده هيفيد جدا ونقدر. الحاجه الثانيه الاسواق اللي حضرتك اتكلمت عليها، احنا عندنا اسواق محدده ليها تارجت معين احنا عارفينها ان دي اسواق واعده. احنا هنبدا نبص الاسواق الواعده دي وفي الفتره دي وننشطها لان احنا في مدن في 12 مدينه جديده بتفتح حاجه حضرتك اساسيه يعني روجيتا مهمه جدا. احنا لازم في اسرع وقت نقلل الاستيراد، ما لناش حل غير تحسين ورفع جوده المنتج بتاعنا. تمام. طيب باشمهندس القطاع الخاص، الدكتور هي اللي جابت سيره القطاع الخاص. القطاع الخاص حط سعر للعقار وثبت عليه وحصل حاله من التوقف نتيجه ضعف في حركه البيع والتداول للشراء والبيع في الاسواق،
فكانت النتيجة هو عمال يرفع في السعر يرفع في السعر والعقار. لا بس خلي بالك الدولة عملت اتزان برضو شوية. تمام. نتيجة الإسكان الاجتماعي اللي بدأ ينزل من الدولة عمل عرض. طيب ما هو عمل عرض خلى المستثمر يبتدي يفكر بفكر تاني. ما يبقاش هو محتكر ولا بقى يحط السعر اللي هو عايزه. لا الاحتكار انتهى خلاص. احنا فهمت قصدي؟ ودي الميزة اللي احنا وصلنا لها. الإسكان الاجتماعي فرض خلى السوق مفتوح. ما بقاش في حد يحتكر أرض ولا بقى حد يحتكر مبنى خلاص الموضوع كل يوم. ده هيخليني هو ده اللي هسأل حضرتك. هل يتوقع ان انا توجه اموال هذه المبادرة في الناحية العقارية الى الاسكان الاجتماعي؟ يعني ممكن انا اخد القرض ده واخد بيه حاجة في الاسكان الاجتماعي ولا هيعتبر ده امتيازين؟ ده امتياز وده امتياز. ما ينفعش. ما تبقاش خدت امتيازين. لان انا برضو في حاجات تانية احنا عايزين نشجعها. في مستثمر احنا عاملين مشروع اسمه المستثمر الصغير. تمام. المستثمر الصغير ده بيبقى عبارة عن واحد بيبني عمارة ولا حاجة وبيبتدي يبيعها لو يعني هو مقاول صغير فانا عايز اشغله مش عايز اوقفه برضه. تمام. بس انا عايزه ينافس بقى معايا انا. يعني كاسكان اجتماعي تعالى بقى ما تعليش السعر بقى شوف انا ببيع بكام ابتدي بقى اعمل التزام. لان مستوى الاسكان الاجتماعي اصبح مستوى قياسي ايضا. طبعا طبعا بقى قياسي للجميع. على نفس المستوى القياسي يا دكتور برضه السلع. في سلع موجوده منافسه وسلع منتج للقطاع الخاص منافسه. السلع اللي بتنتجها الدوله هل نتوقع ان مثل هذه المبادره هتدفع الى ارتفاع مقاييس ومعايير السلع المنتجه محليا من المؤسسات الرسميه او القطاعات الرسميه المختلفه ليحدث تنافس ما بين القطاع الخاص والعام في داخل السوق الواحد؟ ده توجه. ده توجه. احنا عايزين نقوي اقتصادنا. هو احنا في النهايه شخص واحد. قطاع خاص الريس يعني والمحافظ البنك بنساعد ده كل حاجه لوقت المشروعات الصغيره. احنا بنساعد من اول الصغير لغايه ومش ضد الكبير خالص. بالعكس. فهي هي منظومه واحده. لا المنافسه للمعايير المعايير المنتج نفسها. انا بتكلم على كده. ترفعه للمستوى المصدر بقى ويطلع بالخير. بقول لحياتك احنا مستوى التصدير بتاعنا دلوقتي في اسواقنا وزاد. المستقبل الاوروبيه والاسواق الافريقيه رائعه. تمام. احنا لما بنسافر بره بنلاقي حتى الزراعه بتاعتنا السيراميك بنلاقي منتجات كثيره جدا حضرتك. تمام. فاحنا على كل الاتجاهات ده توجه عام نرفع من مستوى اداء الخدمات ومن جوده المنتجات. تمام. يعني حضرتك متوقع اقبال على هذه المبادره طبعا من مختلف الجهات. وهي مش منافسه. هي احنا عايزين نبقى احسن. تمام. احنا عايزين نبقى افضل كلنا. هرجع للمشروع. شايف ايه الامتيازات اللي ممكن يعني لابد ان تتضمن؟ لسه تفاصيل حقيقيه كتيره في هذه المبادره تنتظر، لكن شايف امتيازات يا باشمهندس ممكن من المهم ان توضع في هذه المبادره للمزيد من التحفيز، يعني لترتبط بمضمون وعنوان المبادره. انا شايف من ضمن الامتياز اللي انتوا حاطينه اعتقد من المبادره الرئيسيه اللي هو ان بالنسبه لمحدود الدخل بطاقه التمويليه اللي هي الخصم 10% دي ما بتساعد طبعا على حاجه كويسه بالنسبه لمساعده محدود الدخل. تمام. يعني هي نقطة لمحدود الدخل. طيب انا شايف ان هو اهم نقطة عندنا محدود الدخل. طبيعي. اللي هو الاساس عندنا محور اساس السوق ورواج السوق هو ده الاساس. هو في توجه من الدولة الحقيقة في مبادرات مختلفة يعني للقطاع يعني للفئة المتوسطة الدخل ومحدود الدخل ايضا للقطاعين. الشركات كمان اللي مشتركة في المبادرة حوالي 2600 لان هم زاد بيزيدوا كل شوية مقدمين من 20 ل 50%. عشان كده حتى الحكومه الدوله بتقول ان حوالي لغايه دلوقتي متوسط الخصم هيوصل ل 20%. يعني ده مشجع جدا. ما انا عشان كده كنت بقول لحضرتك ده التنافس اللي لسه شايفينه دلوقتي. ان ده بصراحه ده حاجه كويسه. وانا عارفه متاكده ان مجرد بدات الشهر الاولاني شركات ومصانع اخرى هتبتدي تشترك تنضم اليها. بالظبط. يعني الحقيقه هو وقتنا للاسف خلص، لكن اكيد في تفاصيل كتير هتظهر مع هذه المبادره ومرحليه زي ما حضرتك اوضحت يا دكتور، وهنستعرضها ان شاء الله في حركات اخرى. يعني في نهايه حلقه اليوم بشكر الدكتور نادي عبد العال مستشار الاقتصادية بإحدى الجامعات، شرفتينا يا دكتور. وبشكر مهندس طارق عبد العزيز خبير استشاري لهيئة مجتمعات العمرانية الجديدة. شكرا يا باشمهندس، شرفتنا يا فندم. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم برنامجكم الأسبوعي أوراق اقتصادية. إلى اللقاء الأسبوع القادم، أخبار جديدة وملف جديد. دمتم في أمان الله.